هل ترى في إيجاد تفسير لكل ما يدور في هذا الكون من ظواهر طبيعية كالضوء والجاذبية والعواصف والأعاصير؟ هل ترغب في التعرف على كيفية عمل الأشياء من حولك مثل الكمبيوتر والليزر والهواتف الذكية؟ هل ترغب في الشعور بمتعة الاكتشافات والمشاركة في المعرفة العالمية؟ هل ترغب في إجراء التجارب واكتشاف نظرياتها؟ إن كنت كذلك فتابعنا على شاشة التربوية الكويتية ودروس تعليم الفيزياء في الأوقات التالية. برنامج مادة الفيزياء للمرحلة الثانوية يأتيكم في الأوقات التالية.